وصل الرياضيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير للانتخابات، حيث أدلت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلس النواب بصوتها في مدرسة المنارة الإسلامية بالعجوزة، كما أدى المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بصوته بكلية التربية الرياضية بنات في حي الزمالك، وأدلى كابتن جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة بصوته، وكذلك محمد بركات نجم الفريق الأسبق وحرس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على الإدلاء بأصواتهم اليوم، وتوفير أتوبيسات خاصة لموظفي المجلس والاتحادات من أجل المشاركة في العرس الديمقراطي. كما حرص كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني على التوجه للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته عقب وصول بعثة المنتخب من سويسرا.